طبعا بنتكلم عن المؤتمر العالمي الاول للسكان والصحه والتنميه المستمر معانا لحد يوم 8 سبتمبر بمشاركه اكثر من 8000 شخص من مصر ودول العالم. معانا على تليفون دكتوره اميمه ادريس مقرر المجلس القومي للسكان سابقا. يا دكتوره صباح الخير يا فندم. صباح النور. يا اهلا بيك. امبارح السيد الرئيس اقترح انه هذا المؤتمر العالمي للسكان والصحه والتنميه يبقى بشكل سنوي، عايزين نعرف ايه الهدف من ده وكمان تاثيره الايجابي على القضيه السكانيه. هو شوف هقول لحضرتك على حاجه، القضيه السكانيه دي احنا حاجه بنتكلم فيها من فتره طويله جدا، عمرها ما بتجيب ثمارها الا اذا كانت الدوله بتهتم بيها اهتمام مباشر. لان هي قضيه صعبه جدا، وزي ما الدكتور مصطفى كان بيقول هي بتتحرك على كذا محور. يعني يمكن ناس كثيره فاكره ان القضيه السكانيه هي حبايه هتاخدها ست عشان نقدر ننظم نقلل الانجاب، لا. القضية هي عبارة عن قضية على محاور كتيرة جدا، منها التوزيع الجغرافي. يمكن المدن الجديدة اللي اتعملت دي بتساعدنا في ان احنا يبقى في توزيع جغرافي مناسب لمصر. لو تتخيلوا مصر كلها كل ال 110 عايشين على اقل من 6% من مساحة مصر. فلو احنا عملنا التوزيع الجغرافي ده بيدي فرصة ان انا اعمل تنمية للسكان احسن. هيبقى في معيشه في اماكن احسن، تهويه احسن، اقدر اعمل مدارس جديده. وده السبب اللي خلانا نتوسع في العمران. بالظبط. دي نمره واحد. نمره اثنين ان انا زي ما بحسن الخصائص السكانيه. طب انا عندي يا جماعه، انا مصر دوله فتيه. يعني ايه دوله فتيه؟ يعني 50% من الشعب المصري هو اقل من 35%. طب دي قاطره تنميه. 35 سنه. يعني لو انا اشتغلت على ال 50% اللي هم شباب اقدر انميهم واقدر اخليهم يبقى قاطره تنميه بالتعليم وبالتدريب. هو مش بس تعليم موجه. يعني ازاي تعليم موجه؟ انا بشوف احتياجات السوق المحلي والسوق العالمي اللي حواليا، وبنمي الانسان المصري على هذا الاحتياج اللي انا موجود. لما بعمل المعادله دي ان انا بنمي التنميه بتاعتي والتعليم بتاعي على حسب احتياجاتي واحتياجات المنطقه المحيطه بيا، انا بقدر اصدر الطاقه البشريه اللي عندي عشان تقدر انها تقدر يبقى في فرص عمل كويسه، بيبقى في زي ما قلت قبل كده ان هو من ضمن الموارد اللي هي للدولار في مصر هو التحويل العمله من العاملين بالخارج. طب انا الطاقه البشريه دي لو انا اتدربت وتعلمت وكانت بتناسب السوق المحلي والسوق العالمي، انا ممكن اصدر الطاقه دي للدول اللي حواليا، هم هيستفيدوا لهم، هيلاقوا فرص عمل، والدول دي هتستفيد منهم وانا هستفيد، دول هيحولوا فلوس للدوله، ودي كانت واحد الموارد بتاعه الدولار. طيب التنميه دي عايز ايه؟ اركز على التعليم واركز على الصحه واركز على التعليم. زي ما حضرتك بتشوف كتير قوي ناس معاها مؤهلات عاليه وبيشتغلوا حاجات لا تمت للمؤهل العالي اللي احنا بيشتغل اللي هو بيدرسه. فدي ليه؟ لان انا ما درستش الحاجه احتياج السوق العمل اللي انا المفروض عندي او السوق اللي حواليا. احنا في افريقيا، لو حد يصدق ان ممكن في دول في افريقيا اللي بتعمل القيصريه حكيمه لان ما فيش دكتور يقدر يعمل القيصريه؟ طب يا جماعه ما انا عندي طاقه بشريه، انا ممكن البي هذه الاحتياجات. بلد زي ايطاليا بقت بالماينس، التنميه النمو السكاني فيها بقى بالماينس، بياخدوا مصر عماله. طب ما انا اقدر اعمل تعاون بيني وبين الدول اللي هي ابتدت تبقى النمو السكاني فيها ما فيش، وشوف احتياجاتها ايه واصدر لها البشره اللي عندي دول، بس بصدر الطاقه بطريقه عن طريق وسائل شرعيه مش الوسائل اللي هي غير شرعيه بنسمع عنها، وكمان بنلبي احتياجاتهم، وبالتالي بنلبي احتياجات المواطن المصري بيعيش في مكان كويس، بيعيش بطريقه محترمه، بيلبي رغبات احتياجات اسرته. المحور الاخير اللي هو التنميه البشريه، النمو السكاني. النمو السكاني ده اللي هو احنا لازم اوفر وسائل منع الحمل بطريقه كامله، وتبقى كل الوسائل دي موجوده وباسعار قليله، وبعدين اشتغل على المواطن المصري والاسره المصريه، لازم اقنعهم ان انا علشان اخلف اقل دي حياه افضل. كان دايما في سلوجان لذيذ قوي كنت بحبه، اسره صغيره حياه افضل. طب لازم اشتغل مش بس على المراه، بشتغل على المراه وعلى الزوج وعلى الاب وعلى الام، وعشان نكسر المعتقدات القديمه، اربطيه بالعيال، خلي عندك عيال كتير عشان عندك عزوه، لازم نجيب الولد عشان الولد ده هو اللي هيحميكي، فلازم نخلف كتير لحد ما نجيب الولد. دي كلها معتقدات خاطئه. مش بس الست هي اللي نخلف كتير عشان يساعدوا في مصاريف البيت،
بالظبط، بخلف اكتر عشان يساعدني في مصاريف البيت، مش بهتم بالولد ده او الطفل ده عشان اعلمه واخليه حاجه منتجه. واخد بالك؟ ما بفكرش ان موارد الدوله دي ممكن تبقى، مش موارد الدوله بس، موارد العالم كلها ابتدت تبقى قليله. الميه بقى عندنا احنا فقر مائي، بقى عندنا فقر زراعي. يا جماعه لازم احنا، مش انا عايش في حته لوحدي بخلف بالعشره والحداشر ومش مهم الباقي، لا، احنا في العالم كله بقى في عندنا فقر مائي، بقى عندنا فقر زراعي، الرقعه الزراعيه بقت اقل. فيا جماعه لازم الناس تبقى مداركها فكان اوسع. لازم يبقى في حل سريع وعاجل لحل مشكله السكان في مصر وكمان تطوير الخصائص السكانيه. كل الشكر ليكي الدكتوره اميمه ادريس مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، شكرا جزيلا لحضرتك.